بسم الله الرحمن الرحيم. تعاون كتائب الجيش الحر تستهدف زحام التمرات جموعات الشنبيحة والأهل في محافظة درعا بالقطاع الجنوبي 13/1/2013، وهي موقع حاجز بلدة نامر على السراد دمشق درعا. درع فوران بالتعاون مع كتائب الجيش الحر في القطاع الجنوبي بمحافظة درعا تقوم باستهداف حاجز بلدة نامر بمحافظة درعا. الله أكبر، الله أكبر. في القطاع الجنوبي محافظة درعا 13/1/2013 تقوم باستهداف حاجز لقوات الأمن والشبيحة بمحافظة درعا، حاجز بلدة نامر على استراد دمشق درعا. الله أكبر، 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 الله أكبر.